رفعت الراية البيضاء استعدادا للاندفاع، فتحت البوابات واندفعت الأفراس المنتجة محليا عمر ال3 سنوات التي لم تربح في شوطنا الثاني على مسافة 1600 متر على بركة الله تعالى كما تشاهدون الآن. وحيها الشوف تأخذ زمام المبادرة والمركز الأول في هذا الشوط مشاهدينا الكرام، وفي هذه اللحظات وهذا الجزء من السباق حيها الشوف مع محمد إدهام في محاولة أيضا للسيطرة على المركز الأول من البداية في محاذاة أيضا أشاهدها لرقم 6 زعامات في المركز الأول في هذه اللحظات. وكذلك المطاردة تأتي في هذه اللحظة لرقم 13 برق الذهب من الخارج، وكذلك رقم 10 من الداخل في المركز الرابع مهجوجة في محاولة أيضا للتقدم الآن لرقم 6 زعامات إلى المركز الأول. حيا شوف في الظهور الأول لحيا شوف ممثلة الأبيض في المركز الثاني في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، المركز الثالث لبرق الذهب والمركز الرابع أشاهده أيضا لرقم 10 مهجوجة في هذا الشوط مشاهدين الكرام مع الاقتراب من المنعطف الأخير في هذا الشوط مشاهدين الكرام. المركز الأول لزعامات الآن، زعامات تنفرج بالصدارة رغم المحاولات الآن لرقم 13 برق الذهب في المركز الثاني مع دخول الآن أشاهده لنبع الصفة في محاولة أيضا لخطف الصدارة. لا زال الزعامات تسيطر على الوضع مع عبد العزيز الموسى في المركز الأول بكل قوة ما شاء الله تبارك الله. زعامات المحاولات تأتي لنبع الصفا في المركز الثاني، إنما زعامات بكل قوة ما شاء الله تبارك الله في هدوء إلى المركز الأول من المنعطف الأخير. زعامات لتركي مهدي سلطان العامري السبيعي المركز الثاني.